24/10/2011 قمص دير بعلبي. نهب إحدى المحلات من قبل الجيش الأسد الحرامي. تكسير المحل ونهب محتوياته. ليك رصاص، ليك رصاص جوا، ليك خرج رصاص، حيطان رصاص على الحيطان. الله اكبر عليك يا بشار. هاي هيك تكسر الجدار. اخي بدهم يعيشوا، هذا هو راتبهم النهب. 24/10/2011 حمص دير بعلبي. هاي محلات الارهابيين كانت تتخبى فيها. اخذيكم بضربات الشهر الاسد. هاي هيك تكسر المحل. هاي اصلح حالك يا بشار.